يتبع هذا السؤال أحيانا، اللي هو عدم الترتيب في السور المقروءة، بمعنى أنه يقرأ في السورة في الركعة الأولى سورة ويقرأ قبلها في الركعة سورة في الركعة الثانية، في الترتيب يعني أقصد. إذا لم يرتب بين السور، بمعنى أنه قرأ في الأولى سورة ثم قرأ في الثانية سورة متقدمة على هذه السورة، فلا حرج في هذا. كرهه جماعة من الفقهاء، وسبب الكراهية أنه مخالف لترتيب المصحف الذي أجمع عليه الصحابة، لكن ليس ثمة دليل على هذه الكراهة. وما دام أنه قرأ سورتين منفصلتين فلا حرج في أن يقدم سورة على سورة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الليلة فافتتح القراءة بالبقرة ثم أتمها، ثم قرأ النساء ثم أتمها، ثم قرأ آل عمران. وهذا فيه عدم ترتيب بين السور من حيث ما انتهى إليه ترتيب الصحابة لسور المصحف. ولهذا الراجح من قولي العلماء أنه لا يكره أن يقرأ السورة على غير ترتيب، بمعنى ترتيب المصحف فيقدم سورة على سورة. الصواب أنه لا يكره، ولو راعت الترتيب لكان ذلك أفضل.